يشرفني اليوم الزميل العزيز فارس أحمد. حياك الله أخوي فارس. قبل الفاصل كنا نتحدث مع الزميل العزيز علي هبة على موضوع التوثيق. الغريب أنه كل كلام يتكلم عن أن الهلال ويقود دلوبي وأنه كل الأمور تجري في صالحه، والمصادر والخبر يتحدث عن أن ممثل نادي الهلال خلال الاجتماع هو المعترض، ومع ذلك تم اعتماد من قبل الجميع اللي هي الاشتراطات او المعايير. ها ليعترض عد هذه هذا السؤال عشان كذا ليعترض. انت وش رايك؟ عندك مصادر؟ أنا ما اعرف، انا لا بعترض عشان البطولات اللي جرت في عهد الملك سعود ما يبغى، ما اعرف ما يبغى يثقوها ولا ما اعرف. السؤال ليش اعترض؟ يعني السؤال ليش اعترض؟ طلع فكره في عضو من الاهلي وعمر فقيه مستبعد، وما احنا عارفين ليش مستبعد يعني. لا انا اذكر انه فيه المرشحين الاهلي استبعدوا بسبب انه الرفع كان متاخر، رجعوا طلبوا رجعوا ارسلوا هذا حتى حديث رئيس النادي. ما اعرف السبب. السبب انا اللي انا اعرف معلن انه كلها كان بسبب انت تتكلم الاهلي ممكن اكثر الحقبه يعني تاريخيا سابقا كان حق فيها بطولات الاهلي. طيب كيف تستبعد الاهلي اليوم؟ كيف تستبعد الاهلي يعني اليوم؟ انت ما تتكلم عن الحقبه، انتوا ليش ما تسمون الاشياء بمسمياتها يعني ليه؟ يعني انتم مؤتمنين كيف استبعد؟ في احد استبعد؟ استبعد بسبب ايش؟ سؤال، في احد لحظه طلع في مثل الهلاوي، طلع في بيان صح؟ سؤال، في مثل الهلاوي ايش؟ في مثل الهلاوي كان متاح للنادي الاهلي ولا لا؟ في مثل ولا ما في؟ الان بسال في مثل، لين بقول لك شيء ليش؟ اوكي انت لما تتكلم، انت ما تتكلم عن اكثر نادي، اسمح لي بس اقول لك بس نقطتي بس هذه نقطتي بس اسال فيها. بس انت طرحت سؤال بتسال فيها، انت ما تتكلم عن اكثر نادي في الحقبه ذيك حقق بطولات تقريبا والنادي الاهلي، وهذه اقوى فتره النادي الاهلي او اقوى فترات تاريخيا، وما له ممثل. ما له ممثل ليش؟ شفت هذه مشكلتك انك ما تتابع تابع رئيس النادي، وبعدين تطلع وتقول الكلام هذا، وبعض الجماهير اللي ما يتابع يتاثر بكلامك. ليش ما تقول الحقيقه؟ انا رئيس النادي قال لك طلع بيان، طلع بيان رسمي، طلع بيان رسمي وردوا عليه انه السبب انه والله النادي الاهلي اداره الاهلي تاخرت في رفع الاوراق. طيب وش المشكله؟ صح ولا لا؟ طيب وبعدين؟ صح ولا لا؟ بعدين انا رد رئيس النادي قال رفعنا وعدلنا، وليش ما جاء؟ ليش مو موجود الان؟ في وقت، في وقت، في وقت متاح لك طويل عريض. مساله انك انت احيانا تخفق، زي ما انك تنتقد اداره الاهلي احيانا في بعض الصفقات او بعض القرارات اللي تجيك متاخره، او مثلا بعض القضايا اللي يكون في لها وقت معين وبالتالي ما يرفعون الا بعد انتهاء الوقت، تجي تحاسب الاتحاد ولا تحاسب الاداره اللي تاخرت؟ انا وجهه نظري حتى تاخر الاهلي كان لازم يكون موجود موثق، يعني امام الاجتماعات بعد الاهلي استثناء، الاهلي مو تم استثناؤه، مين تم استثناؤه؟ ليه يا سلام؟ يعني الاهلي اذا انت بتوثق لمين؟ ايش يفرق عن الانديه الثانيه؟ مع احترامي للكبير، انت بتوثق لمين؟ انت بتوثق كل الانديه تحت معيار واحد، مو معيار واحد، انت الان بتوثق، وهذا الان ممثل الفريق الاهلاوي. طيب موجود. يا سيدي ما مخالف رفعت اوراق، ايش المشكله انه انا اعدل الاوراق مره ثانيه واخذ الامر فقيه؟ رغم انه اعرف مو سبب هذا، هذه تصير عداله؟ انا اعرف انه سبب تم التصويت، ها تم تصويت عداله، ايش المشكله؟ ايش المشكله باستثناء؟ يعني الان اذا اخرت الاسماء او عدلت الاسماء، انت قاعد تاخر الان 7 سنين المشروع ده، يعني صارت مشكله. بقول لك شيء، في نقطه بس بقول عنها بس تثيق اعطيت على فكره الموضوع هذا شائك على فكره، والله انتم وما راح يرضي نادي، والله العظيم انكم انتم اللي تبغون يصير شائك. بقول لك شيء قسما بالله، انتم والله انه موضوع ابسط من البسيط، والعالم المعاصرين موجودين، كلنا عارفين الحقيقه بما فيها الناس اللي رافضين الحقيقه، لكن انا بقول لك بس معلوم. لكن المساله كلها عمليه ضغط، هي تحتاج الى اتحاد قوي وجريء ولا يلتفت لا لاراء جماهير ولا لاراء ادارات انديه ضعيفه امام ضغط جماهير. انا بقول لك شيء، خلينا نتفق انه ما في نادي حيقبل، كل الانديه حتعترض، تمام كل الانديه يعني ترضي كل الانديه صعب، لكن بقول لك شيء، في نقطة مهمة في التوثيق، انا اتمنى مطلوب انك ترضي احد، انت مطلوب صحيح. انك توثق الحقيقة. يا سلام، انا في شيء مهم بالنسبة للنادي الاهلي، انا ما اعرف لحد الان ايش تفسيره، الاهلي تقريبا موثق في صفحته الرسمية 9 بطولات دوري. كم؟ 9. 9 ايش؟ بطولات دوري. دوري. صح؟ اي، وكم كاس؟ اتوقع 7 8 او 7 تقريبا، يعني نقصت الكاس والدوري زاد، ليش؟
يعني محاسبها هنا وحاسبها هنا. الدوري كان 13 نقص الدوري نقص كاس الملك. الملك عفوا الملك كان 13 كاس الملك كان 13 أيوة. نقص والدوري كم؟ الدوري 3 صار فوق 9 ليش؟ بس بقول بفصل. اي تفضل. الان المسمى السابق ما كان في دوري، ما كان في مسمى دوري، كان مسمى كاس الدوري زي مسمى كاس دوري خادم الحرمين بالضبط، بس بس انحسبت كاس ملك فوت حسب دوري، ما كان في هذا هو كان نظام. انت طالما انك حسبت كاس دوري خادم الحرمين احسب هذه، او انك الغي دوري خادم الحرمين والغي هذه، يعني تحسب هذه وتلغي نفسها نفسها. يعني ما كان نفس الاهلاويين يتغنون انهم احنا اكثر الانديه حصول على كاس الملك يا اخي؟ انا يعني ايش اللي خلى انه يحلف عينه والدوري؟ انا بتكلم على الاسم المسمى. المسمى 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 دوري في كاس السنه. انت قبل شوي تقول مسمى كاس كاس دوري زي خادم الحرمين. كاس دوري خادم الحرمين. انت هناك في كاس دوري خادم الحرمين حسبته دوري. لحظه، ليش انا حسبته كاس فارس؟ انت فاهم قصدي؟ لا انا خلينا عشان احنا خلينا نوضح للناس، لانه في ناس يمكن ما عاصروا ذيك ال انا كلام يعني برزاق بداود والناس اللي حضرت البطولات. خلينا هي المسابقه اساسا ايش كانت؟ هي عباره عن الدوري، جيد حلو. صار في مقترح بعد ما صار انه يعني تم اقتراح انه والله صارت المنافسه كانها شبه معروفه لنادي او ناديين، طيب خلونا نخلق يعني تنافس اننا يكون فيه اللي هي نظام الصندوق المربع، ويصير يلعبون على مسمى كاس، يصير دوري خادم الحرم نفس النظام الاول. طيب كان دوري ذاك، هذا كان زق داود القديم كان دوري. طيب من حسب دوري هذا الفكرة، فهمت؟ رجع دوري بس رجع المسمات الطبيعي الأساسي زي ما هو كان بس، هذا الفكرة. هذا هذا كلام كابوس أبو دوري، فكرة الأهلي حاط في صفحته في تويتر ثبتها. فأنت أنت اليوم هذه النقطة لازم تنحل. أنا أشوف إنه من الظلم إنك تحسب ذيك بطولات دوري رغم إنك كانت فيها خروج مغلوب، وتيجي يعني هنا تقول لا هذه ما هي دوري. يعني أنت كلامك إنه في 13 أول كان كاس وكان في 3 دوري. طيب انت لما تبغى تشيل منها كم تعتبر هي دوري؟ ستة. هي كانت هي اللعبه تبي ها هي مو بشيل منها. لحظه التاريخ كذا لحظه انا ما بشيل منها. هو التاريخ السته هذه كانت دوري، الستة كؤوس الملك هذه كانت دوري، والاهلي فتره ذيك كان هو يعني حقق فيه اكبر اكبر حقبه. لكن على فكره حيزيد في عندي ثاني حيزيد دوري حقتها اتوقع، بس انه انا اللي اعرف انه هذه الحقبه اللي كان فيها مميز. حرام انه الاهلي مثلا يحرم من الدوري طيب دوري حقها. بس عشان المعلومه تصير، يعني انت على الكلام هذا انه يصير انه تبغى تشيل ستة ويصير عنده 9 دوري وكم كاس؟ وتقريبا حيكون يصير 3 تقريبا 8 كاس، نقصت من 13 6 يعني تقريبا 5 في دوري كمان محسب. يعني في دوري ما في احد اعتقد يمكن عنده مشكله في هذه. اذا انه هذا النقطه ممكن تنحل. لو انحلت